الوضع الفلسطيني هو الذي يؤثر ويكون هناك موقف متشدد إسرائيلي، أم لأن هناك كذلك تباين في المواقف العربية، هناك من يؤيد المقاومة وخيار المقاومة، هناك من يؤيد عملية تسوية بغض النظر عن ما تحققه هذه العملية من استعادة حقوق عربية؟ بداية صديقي اسمح لي أن أتوجه لك بالتحية ولفريق العمل ولضيفيك العزيزين والغاليين أيضا. شكرا. هنا في الحقيقة أخي حسين لابد من أن نحدث مقاربة، هذه المقاربة على النحو التالي. قبل أن أحاول الولوج إلى فهم أو تفسير المشروعين اللذين تحدثت عنهما في سؤالك، نعم أنا أميل إلى أن هناك مشروعين عربيين على مستوى الخارطة العربية، على مستوى مشهد النظام السياسي العربي الرسمي، لكن قبل ذلك دعني أفرق بين مفهومين أيضا يتعلقان بالقدرة، أي بمقدرة الأمة ومقدرة النظام السياسي العربي الرسمي، ثم هناك مفهوم آخر إضافي إلى هذا المفهوم هو مفهوم الإرادة. أنا أجيب بالفم الملآم بالتحليل السياسي أن هذه الأمة قادرة على أن تواجه جملة التحديات المفروضة عليها الآن والتي فرضت بالماضي والتي يمكن أن تفرض لاحقا، لكن لماذا لا تتحول هذه القدرة إلى فعل؟ لأنه لا يوجد هناك إرادة، والإرادة لا تتكون كون أن هناك لا توجد رؤية موحدة، قراءة واحدة، استراتيجية واحدة، وهذا ما تحدث عنه ضيفك في الاستوديو. هنا أميل إلى المشروعين. نتيجة القراءة الخاطئة، لا أقول شيئا آخر، أقول نتيجة القراءة الخاطئة على هذا المستوى صعد أو النظام السياسي العربي الرسمي، المكونات العربية مشروعان. المشروع الأول يميل لجهة إحداث تشابك إيجابي مع هذا العدو لإنجاز تسوية مطلقة كلية، وهناك من يقول على العكس، نحن نخوض مع هذا العدو عملية سلام لاسترداد حقوقنا، لكن علينا ألا ننسى إطلاقا أن ماهية هذا العدو الرئيسية لا يمكن أن تفهم إلا لغة القوة أو أداة القوة، وبالتالي تم التركيز على أداة القوة باعتبارها الأداة الأهم في إنجاز مشروع السلام، وليس العكس صحيحا، بمعنى أنه لا يمكن إطلاقا أن نذهب إلى هذا العدو يعني خاليي الوفاض، على العكس تماما، يجب أن نذهب إليه مثقلي بقدرات الأمة التي تحدثنا عنها قبل قليل. إذن أتصور أن هناك مشروعين يعني هذان المشروعان واضحان على مستوى النظام السياسي العربي. اسمح لي نعود إلى دولة الرئيس. دولة الرئيس، أريد أن أسمع منك يعني تعليق ربما حول نقطة مواجهة هذه التحديات. هل المشكلة في الواقع الفلسطيني الداخلي كما أشار الدكتور علوي، أم لأن بالأساس هناك مشكلة حتى ضمن المشروعين الذي تحدث عنهم؟ لا شك أنه المشكل داخل الواقع الفلسطيني مشكل في غاية الأهمية والخطورة، ونحن بحاجة ماسة إلى توحيد الصف الفلسطيني. مسألة وحدة الشعب الفلسطيني مسألة مقدمة رئيسية لإنتاج استراتيجية عربية لمواجهة التحديات، وأنا أميل لتبني ما تفضل به الأستاذ العبود لجهة القول أن قدرات هذه الأمة يجب أن توضع بتصرف العملية السلمية إذا كان هناك من عملية سلمية ما. فإذن يجب أن لا نتصور أن هناك سلام بما تحمل الكلمة معنى دون أن يكون هناك قوة. طيب، أحد عناصر هذه القوة الرئيسية لا شك أنها وحدة الواقع العربي والرؤية الوحدة لدى العالم العربي، ولكن الأهم من ذلك كله هو الرؤية الموحدة أو وحدة الموقف الفلسطيني، لأن وحدة الموقف الفلسطيني تنعكس وتفبرك موقفا عربيا وتساهم بإنتاج موقف عربي وحد. رب قائل أن هذا الموقف الفلسطيني أو الانقسام بالموقف الفلسطيني هو انعكاس لتضارب المشاريع على مستوى العالم العربي والإسلامي برمته، وهذا كلام صحيح، ولكن هذه التحديات اليوم التي نواجهها يجب أن تجبر كل الأطراف للوصول إلى قواسم مشتركة، ويجب على الفلسطيني أن يلعب دور متقدم بإنتاج الواقع العربي أيضا المتفق على رؤية واحدة. تصور يا سيدي مثال على ذلك. طيب، ألم تقدم السلطة الفلسطينية على استراتيجية عكست
إرادة الأنظمة العربية المختلفة بالنسبة لمحاولة استجداء السلام من قبل إسرائيل. هل قدمت إسرائيل هذا السلام؟ هل لم يكن الرد بأعلى درجاته هو مزيد من الاستيطان، مزيد من تهويد القدس، مزيد من رفض السلام، بالرغم من وجود مقاومة حقيقية تمت، بالرغم من أن الأنظمة العربية وبعض الأنظمة العربية حاولت أن تهمش دور هذه المقاومة، بالرغم من هذه المقاومة الحقيقية التي تمت والتي جعلت هيلاري كلينتون بالأمس في خطابها أمام الأيبك تعترف وتقول أن التكنولوجيا وأن إرادة الصمود غيرت بموازين القوى ويجب أن تدرك إسرائيل هذا. طيب أنه تقصد الصواريخ وإرادتها. طيب إذا كان الوضع هيك وإسرائيل رفضت الرضوخ للمطالب، لبل بالعكس ذهبت إلى أبعد من ذلك بعملية هجومية لتهويد القدس نهائيا، كيف القصة بلا مقاومة؟ هنا سؤال يطرح. هنا مطلوب من كل الأنظمة العربية والدول العربية أن تسلم بالحد الأدنى اللي هو توفير الظروف الملائمة للشعب الفلسطيني بأن يملك رؤية واحدة ويتفق باتجاه واحد لجهة مواجهة الحالة، لأنه الضرب المباشر بده يكون وين يا أستاذنا الكريم؟ الضرب المباشر بده يكون على الساعة الفلسطينية. صحيح. طيب إذا ما كانوا فلسطينيين مستعدين إنه يواجهوا الحالة بموقف موحد، كيف بدها تنعكس القصة؟ وهون دور الأنظمة العربية يجب هيدي مسؤولية مقدسة عليهم كي يوفر الظروف الملائمة لوحدة الشعب الفلسطيني. دكتور علوي، يعني يجب توفير الظروف لصمود الشعب الفلسطيني لمواجهة هذه التحديات. يعني منذ عدة سنوات وربما منذ السنة التي طرحت فيها المبادرة العربية، كل قمة عربية أو كل ربما انتهاكات إسرائيلية يقال أن القمة العربية أو مبادرة السلام العربية لم تبقى مطروحة على الطاولة، وحتى الآن نلاحظ أنه لم يتم اتخاذ أي قرار فيما يتعلق حد أقل بسحب هذه المبادرة، مع العلم أن منذ الأيام الأولى رفضها الجانب الإسرائيلي. هل تعتقد أن هذه القمة ربما سيتم اتخاذ قرارات بحجم التحديات التي تواجه الأمة وبحجم التهديدات التي يتعرض لها الفلسطينيون والمقدسات في فلسطين؟ يعني دعني أبدأ بالاتفاق مع سيادتك بأن هناك تحديات ربما تكون أخطر من تلك التي اعتاد الطرف العربي وعلى رأسه الطرف الفلسطيني مواجهته في التعامل مع الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، وإن كانت التحديات كانت دائما هناك. نعم. كتبت ذات مرة مقالا عنوانته محلك فاوض، أي أن المفاوضات يمكن أن تستمر لعشرات السنين لكن دون تحقيق أي تقدم بالذات على المسار الفلسطيني، فأنت تتفاوض كما يعني بنفس آلية محلك سر تجري في مكانك دون تقدم. وهذا أمر يعني أصبح أكثر وضوحا مع حكومة نتنياهو ومع تصريحاته الاستفزازية، سواء في حضور جورج ميتشل أو جو بايدن نائب الرئيس الأمريكي أو حتى في خطابه أمام الإيبك أول أمس في الولايات المتحدة الأمريكية، حينما تحدث عن البناء في القدس على أنه بناء في عاصمة دولة إسرائيل وليس استيطانا، وشبهه ببناء الأمريكان في مدينة نيويورك أو في حي بروكلين في مدينة نيويورك. وبالتالي الصورة واضحة، ولكن بعد الاتفاق على أن الصورة واضحة يجب أن تكون الصورة أيضا واضحة فيما يتعلق بالبدائل المتاحة، الصورة واضحة فيما يتعلق بالتحديات، فيما يتعلق بالمخاطر، فيما يتعلق بالتهديدات، ليس هناك شك في هذا. ولكن في تقديري أن الصورة ليست واضحة وليست موحدة لدى الأطراف العربية بل ولدى الطرف الفلسطيني فيما يتعلق بالخطوات التي يمكن اتخاذها من أجل الصورة. نعم. غير واضحة، ما المقصود بالصورة غير واضحة؟ ربما غير ربما متفق عليها صحيح، ولكن غير واضحة هي واضحة. أنا لا يعني واضحة نظريا، وخلينا نبقى عمليين. يعني دلوقتي أنتم تحدثتم وكثيرون تحدثوا من قبل عن وجود منهجين، منهج للتسوية ودعني أسميه التسوية وليس السلام بالضرورة، ومنهج للمقاومة. وأنا في تقديري وكباحث في السياسة متخصص في شؤون الاستراتيجية والأمن، المنهجان لا يستبعد أحدهما الآخر، فأنت تستطيع أن تتفاوض وأنت تقاوم، وتستطيع أن تقاوم وأنت تتفاوض. أما إحدى الأخطاء التي يقع فيها الطرف العربي دائما فهو منهج إما أو، وبالتالي لا يستطيع أن يوظف كل أدواته في وقت واحد. هذه نقطة. النقطة الثانية أنه التصوير الآمر عربيا على أنه في فريقين، فريق مع المقاومة نقطة وفريق مع التسوية نقطة، أمر غير دقيق.
لأن مثلا سوريا الشقيقة